هذا هو السوق يعني بالكامل، هو الآن مدمر. كما يعلم الجميع أن أغلب أهالي دير الزور تركوا المدينة ونزحوا وهجروا خارجها. هنا آثار قصف، يعني قصف عنيف جدا تعرض له ليس فقط هذا المكان، ولكن اليوم نريد التركيز على الأماكن الأثرية والشعبية والمعروفة والمحبوبة لدى جميع أهلنا في دير الزور. نقترب أكثر لنرصد معا آثار القصف. هي دكاكين شعبية يعني غالية جدا على قلوب أهلنا في دير الزور. هذا هو النظام المجرم كما تعودنا عليه، اليوم يحاول تدمير يعني تدمير حضارة محافظة كاملة، حضارة يعني هي ليست مقتصرة نعم بسوق شعبي، ولكن له قيمة معنوية كبيرة جدا لدى أهلنا في دير الزور. هذا هو حال السوق المقبي والأثري في دير الزور. هذه إحدى البوابات الأثرية في هذا السوق، يعني جميع أهالي دير الزور يعرفون ويعلمون ما قيمتها المعنوية. وها هذه آثار القصف، يعني هذا النظام اليوم لا يقصف، لا يستطيع التقدم، ولكنه اليوم يقوم بقصف أحياء المدينة التي يوجد بها الأهالي والصامدين انتقاما من تحرير أغلب مدينة دير الزور هي تحت سيطرة الجيش الحر والمقاتلين. ها هي البوابة،
نحن وإياكم نتابع جولتنا في مدينة دير الزور لكي يرى الجميع يعني حجم الخراب والدمار الذي حل بهذه المدينة. اليوم لا نريد إيلام قلوب الأهالي ونخص بالذكر أهلنا في دير الزور، ولكن هذا واجب علينا أن ننقله للجميع لكي يرى العالم أجمع حال دير الزور. هذا أحد المساجد الأثرية والعريقة جدا في مدينة دير الزور، يعرفه الجميع، له قيمة يعني خاصة ومعنوية في قلوب أهلنا في دير الزور. ها نحن ندخل إلى هذا المسجد ونري العرب والمسلمين حال هذا أحد بيوت الله في دير الزور، ونسمع لا تزال التكبيرات والأذان الآن يصدح في سماء دير الزور الصامدة. تعرض لقصف عنيف جدا وعدد كبير من القذائف والصواريخ هذا النظام. يا سبحان الله، لا تزال أصوات التكبيرات والأذان يصدح في سماء مدينة دير الزور على الرغم من كل هذه الظروف الصعبة، ولا يزال كتاب الله موجود هنا وسيبقى موجودا في قلوب أهلنا في دير الزور حتى ننال حريتنا المطلوبة، وسنبذل الغالي والرخيص من أجلها إن شاء الله. يعني كما نرى جميعا فتحات وفجوات كبيرة، يعني هي ليست للتهوية بالتأكيد، هي نتيجة لقصف هذا النظام. اليوم أردنا أن نوثق معا ومعكم الحضارة اليوم الذي يحاول النظام أو التي يحاول النظام كل يوم ضربها وتشويهها وتخريبها كل يوم. يعني رأينا سوق مقبي شعبي بسيط، وسنتابع إذن جولاتنا في دير الزور لكي يرى الجميع والعالم أجمع حال هذه المدينة الصامدة. أيضا المتحف في مدينة دير الزور لم يسلم، يعني حاله كبقية حال أحياء المدينة وأسواق الشعبية في المدينة والأماكن الأثرية في المدينة. أردنا أن نسلط الضوء فقط على الأماكن الأثرية اليوم، وأيضا نري الجميع حال الأسواق الشعبية في المدينة إلى أين أصبح.
ولكن يعني مهما حاول هذا النظام أن يدمر من حضارة المدينة إلا أن هذه الحضارة بأهلها وبشعبها وبناسها بأهل دير الزور الصامدين. خلال جولتنا الميدانية هنا في دير الزور نلتقي أحد الأخوة والمدنيين هنا في المدينة والصامدين فيها. أخي، يعني ما هو شعوركم اليوم وأنتم يعني تشاهدون حجم الخراب والدمار الذي يعني وصل الحال بنا في دير الزور إليه؟ طبعا أخي الكريم، النظام يعرف حاله إلى الزوال وبده ينتقم من أهالي مدينة دير الزور بعد ما ارتكب حق الأهالي أبشع المجازر، بده يدمر تراث المدينة. طبعا النظام لازم يعرف انه في ايام زمان هولاك ودمر بغداد، لكن بغداد ما زالت باقيه. نعم. والنظام اذا حاول يدمر تراث المدينه وتاريخها فهو مخطئ، لان التاريخ موجود بشعبها. دمرت جزء من الحاضر، دمرت جزء من الماضي، لكن المستقبل احنا راح نصنعه ان شاء الله باذن الله. يعني نحن متفائلين ان شاء الله. طبعا بهمه الشباب الطيب ان شاء الله راح نبني احلى مستقبل. نتابع معكم الجولة في الأسواق الشعبية في مدينة دير الزور. هذا هو حال يعني المحلات والدكاكين التجارية لأهلنا في دير الزور المدنيين العزل الذين هجروا ورحلوا بسبب قصف هذا النظام. يعني لكم الله اليوم يا أهلنا في دير الزور النازحين والمهجرين في المحافظات السورية الأخرى، وسواء في دير الزور نفسها أو خارج سوريا. نتجول معكم ونرى يعني هذه الحفر عميقة أحدثتها هذه الحملة على دير الزور. وهذه المحلات التجارية هنا مدمرة بالكامل، صيدليات، مشافي. هذا النظام اليوم كما ذكرنا يحاول تدمير حضارة محافظة كاملة، ولكن كما قلنا أن الحضارة بأهلها وبناسها. هذا هو حال دير الزور وحال المحلات التجارية والأماكن الأثرية. أردنا اليوم أن ننقل للجميع لكي يعلم العالم أجمع حال دير الزور، هذه المدينة الصامدة. كان معكم نضال الحربي من قلب مدينة دير الزور، والسلام عليكم ورحمة الله.